نجوى كرم، مؤخرا كنت عم تعطي اغلب وقتك لبرنامج عرب سكوت تالنت. شو اللي خليك تشاركي بهالبرنامج البدل المادي المغري بس، او كمان استقطاب الجمهور الخليجي؟ عيب الواحد يحكي بهذه الاشياء لما بينجح، وحتى قبل ما ينجح، لانه تردد 3 شهور وقول نعم كان عندي خوف. بس دائما يعني الماده بكل حياه المشاهير لها جزء، يعني هي بتتبع منا هي بتتبع أكيد. لما بتكوني محافظه على مستواك وقدر تقدمي ماده دسمه ان كان للمؤسسين او لاصحاب المؤسسه او للناس، هذا الشيء بيتوقف على اللي انت بتقدميه. بس انا اللي خلاني عد للمليون هي انا كل ما بدي اطلع على حلقه من حيالله برنامج بدي شوي غيب عن الوعي، شوية مزهر اول قبل اخر مثل ما صار هلا قبل ما نفوت قبل 5 دقائق سكت لها ايدها شي نص ساعه بس مسك لي ايدي ميشيل صار في قلت لك استفدت من الفرصه شل الوتاب ولا عن جد مش بايدي لازم مش بصير بقول كل مره لك يخرب بيتك وقفي لك شي مره على اجريك وحاجه تقولي قدام الناس خايفه بكره بيقولوا يا عم بتمثل يا انه بعد لهلا ما عندها ثقه بحالها هي وبتطلع على الناس. لا مش عدم ثقه بيقولوا هيدا روح العدم الفشل قدام الناس، يعني بيرفكسيونيست، يعني مثل ما قلنا لك تحت الهواء انه دائما بدي تكوني على امثل وجه، مشان هيك مش عيب بقول بخاف بجلد بحس بدي غيب عن الوعي، بس اول ما بفوت وبلاقي الناس وببلش بس ما بتروحي بهالشيء ابدا على الهواء. هلا يعني خلص انا مش حاسه بشيء، مش بترجع تخوفيني حتى بعرف جات تالنت بشوفك على الهواء كثير مرتاحه. ما منشان هيك انا عرف جات تالنت قلت بدي اطلع 13 حلقه وكل 13 حلقه بدي جبت انينتين مزاهر على الحلقه، بتكلفني كثير كل بدي اخذهم وبدي احطهم على المزاهر. طيب بالنسبه لاستقطاب الجمهور الخليجي هو كل الموضوع انه لما فكرت فيها كثير انه استهلاك 13 حلقه لصوره وهذا شيء مش منيح للفنان، قلت حشوف بدي خوض تجربة جديدة بحياتي ليش لا. لما بلشت وقلعت بالبرنامج ولقيت العالم قبليني نوعا ما، لا كان تجربة كثير مش نوعا يعني ما. قلت يعني قديش انت عندك شعبية اضافت لشعبية هي ضوت على شيء ثاني فيي انا، لانه كانوا مفكرين العالم اني انا بوقف تغني لازم اكون جدية هالقد، لازم القط العصا كمعلمة مدرسة وبلش خبيط بالناس. لا مش مزبوط هذا الشيء، بس انا اللون اللي بغنيه لون فيه عنفوان وفيه جبال، ما فيني غني هيئات يا ابو الزلف وميجانا وعتيبة وعم تهزي بخصبك. انا وعم بكون مايعة بالضبط، وانا عم بكون مايعة وعم جرب الفت النظر على شيء ثاني بشكلي، لازم اكون على قد هالوطن اللي عم بحمله بصوتي لانه ده بيمثل تراث بلادي. خليجيا شو ترك امباكت او مفعول هالبروجرام؟ قلت لك انه هو ضوى على شخصيه شوي نوعا ما بتقدر تنكت، بتقدر تمزح، بتقدر تكون قريبه من الناس، وهيدي انا شخصيتي فعلا. روسيه انت وعلي جابر بالبرنامج ولا كمان ورا الكواليس؟ لا لبنانيه مش روسيه. علي جابر شخصيه كثير جيده ورائعه وحنونه ومحبه وإلها مبين من الزمور تبعه إلها شخصيتها بس علي بده كل شيء بيرفكت محترف، اول ما يجي هاوي بده يكون محترف، هيدي ما بتصير بعالم الهواة، وهو يمكن من نظرته معه حق، بس انا كنت يعني لازم يغربل اكثر. هو هيك بحس انه ما بده يعطي علامه ولا لحدا الا اللي يكون عن جد كثير كثير بيستاهلها، هو معه حق، بس انا بحب اعطي فرصه مش حتى ساير ربما بالمره الثانيه. وفي كثير اشخاص اعطيتيهم فرصه ورجعوا ونجحوا اكثر ما بالزبط. من اول مره في حدا من المشتركين لما اخذوا فرصه اليوم وصل لنهائيات النهائيات. نجوى كرم، مؤخرا شاركت بمهرجان كان وكنت اول شخص بالشرق الاوسط بيندعى رسميا على هالمهرجان لتوضيح غير المخرجين مثلا اللي بيروحوا لانه بيكون عاملين فيلم، انت كشخصي كفنانه كنجوى كرم كنت اول شخص، وراح نشوف صورك قدامنا الليله على بلازما حديث البلد. قديش عنالك هالحدث؟ ما قبل ولا ما بعد؟ ما بخبرك انه كان له رهبته الكبيرة، ويا مهو انطلعت على التلفزيون عندما ذاعوا اسمي انه نجوى كرم من لبنان وبدي فوت، صاروا بيذيعوا الاسم قبل ما واحد يقطع على الريد كارت. نعم. مش هيك حسب اذا بصفه رسميه بده يذيعوا اسمه، اذا جاي بس تيجزدر بيقدر يجزدر لحاله. بس اذا كان بصفه رسميه لازم يذيعوا اسمه. كثير لابسه حلو نجوى كرم. ميرسي. هيدا للمصمم زهير مراد. حلو كثير. ذاعوا اسمك وفتي رجفتي على الريد كاربت و قبل ما فت قبل بنص ساعة صرت أقول يا رب دخيلك التغم مهرجان كان.
شو أول شيء إجا عبالك أنت وعلى السجادة الحمراء؟ براد بيت وأنجلينا جولي. ذكرتيهم؟ بتحبيهم لهالكوب؟ بحبهم كثير، واللي كثير لابقين لبعضهم، وكثير غرت من أنجلينا جولي. طيب إمتى أنجلينا جولي العرب رح تلاقي براد بيت العرب؟ أنا يا ريتني أول شيء مش أنجلينا جولي العرب. لا، نجوى العرب أحسن. طيب نجوى العرب. نجوى الزحلوية. بس براد وين يا ميشيل؟ ما هيها براد وين؟ براد واي. براد وين يا منى؟ اللي عم فتش من وقت اللي خلقت. طيب بعد ما التقينا بولا براد رح أقول شيء لأول مرة بدي أعلنه على الهوى. ولا العظيم وجدية كتير. لهلأ بعمل غرامتي بحياتك ولا حبيتي. يخرب بيتك كيف عرفت؟ مزبوط؟ لا حسيت هيك. حسيت انه اللي عم بيناديني اكبر من اني اكون متزوجة مع انسان وعم اعيش حالة امومة او مارس رسالتي على الارض مثل اي انسانة انثى يعني. من شهرين ثلاثة تقريبا حسيت انه انا قدام رسالة كتير كبيرة بدي اعملها بحياتي، ان شاء الله اقدر انجزها على اكمل وجه. مش رهبنة، مش الاعتكاف عن الحياة، انما في رسالة عن جد ناطرتني بنعلن عنها بالوقت المناسب لما اكون انا جاهزة، لانه في فكرة كتير كبيرة وكتير مهمة رح اطرحها بوقتها. مش هلا فكره انسانيه، بس هيدي الشغله ما بتركك الفن، فني اللي بده يوصل هيدي الرساله. أوكي. بس ما رح اقدر اتفضل لحتى اتعرف على براد. نجوى كرم، هيدا نوع من السبليماسيون يعني، مثل ما بيقولوا اوقات بعلم النفس، انه اوقات السيده بالحياه لما ما بتلاقي حب حياتها او لما بيكون حب حياتها مش مثل ما بتتخيل، او الرجل حتى بيعمل سبليماسيون يعني، بيروح نحو الابداع، نحو الفن، نحو يعني بيتخذ طريق ثاني، هدف اعلى، هدف اسمى. يمكن بحب اقول لك انه ما في شيء بيولد الابداع الا الحب، وما في شيء بياخذك على هدف اسمى الا الحب. النجاح بالحب، النجاح بالحب، ولا اوقات صدمه يعني الحب مش صدمة. يعني اوقات يعني وقتها ما بتلاقي رجل بيمثل لك احلامك بتصيري انت بدك تلاقي احلامك غير محال. شوفي لما بتلاقي الرجل ما بتقعدي تفكري اذا بيمثل لك احلامك ولا لا. لما قلبك بدق ما بتقعدي تفكري بالحلم، سواء قلبك بدق للشخص، بيكون هيدا الحلم لما دق قلبك. ما بتقعدي تفكري لا بسيئاته ولا منين اجا وكيف ووين وشو اسمه، بتكوني حبيتي ونقطع السطر. نجوى كرم، مريتي بتجربه زواج ما كفت، بتجربه حب اعمى، هيدي التجربه هي عملت يعني عملت تورنام بحياتك ولا مش هي اللي يعني كانت نقطه تحول ولا ما كانت نقطه تحول؟ هي كانت لازم بقدري اني انا امرق بهيدي المرحله بحياتي. نعم اكيد، يعني نحن لو ما المراحل اللي بنقطع فيهم ما بنقول نحن 100% 100%. وما تفكري ولا يوم، برجع للظروف وبرجع للطريقة وبرجع لكل شيء صار معي بوقتها، بعمل نفس الشيء. أما اليوم أنا بنت اليوم. نجوى أنت اليوم بنت اليوم بنت اليوم.